مجموعة من الفارين كالعادة. أظن أني سأضع يدي على شيء ثمين هذه المرة. أحدين السكارى ليلة البارحة رأى شيئا مثيرا للشبهة بخصوص صيادنا اليهودي يوسي. أي أمر؟ الصياد متأكد أنه رآه يذهب إلى البحر وحيدا وعاد بمرافق. هل ترى المخمورين الآن رسمي؟ أنا أحاول أن أثير الدخان ليس إلا، وبعدها سأكشف النار. كن حذرا، اللعب بالنار خطير. لقد أرسلت في طلب يوسي. لا تقم بأي شيء دون أن تخبرني، أريد أن أحاه بنفسي، أفهمت؟ أمرك سيدي. يبدو أنه لن يعود اليوم. هل تعرف متى يعود؟ أرهان به عندما يخرج، لا أحد يعرف أين يذهب ومتى يعود. ماذا؟ لن يعود اليوم. ماذا تقصدين بعد كل هذا؟ سأقول لك في الخارج. هيا. أنا واثقة أنه على الشاطئ. لم أذهب مرة لأجلب الرسائل إلا وكان هناك. لم تخبريني بذلك من قبل. ها أنا أخبرك الآن. كنت أظن أن آلتر وحده المستاء منها. لا لا أليكسي، لست مستاء منها ولست أكرهها. سمية فتاة رقيقة وحنون، لا ننسى سهرها على سارة. ولكن أليكسي، علينا أن لا ننسى نصف عربية ونصف تركية، وفي كلا النصفين هي عدوة لنا. هذا خطير جدا ويجعلني أشاركك القلق. إذا كان العرب لا يدركون ما الذي يجري من حولهم وما يحضر لهم، فإن سمية ستكون أول من يعرف وأول من يكشفنا، ونحن لسنا بحاجة إلى هذه المشاكل. تبدو واثقا أنها ستناصبنا العداء. الجميع أليكسي، الجميع سيناصبوننا العداء. هذا المكان سيكون بقعة كراهية وحروبا مدمرة. المشكلة أن سمية باتت تعرف الكثير، وصار أمر التخلص منها ليس سهلا. ناهيك عن رغبات سارة، نحن لن نتخلص منها. كل ما سنفعله أننا سنلبي رغبتها وندعها تسافر بهذه البساطة. أليكسي، بهذه البساطة سنضعها في القطار وسنعطيها عنوان ديفيد أيضا، هذا في حال أن قطارها تجاوز معان. ماذا تقصد؟ نادرا ما يسلم قطار من تفجيرات العرب في ذلك الطريق، وإذا ما مرت سمية فستكون هدية جميلة للأتراك هناك. لا أظن أنهم سيقبلون بجاسوسة للعرب بينهم، وسأحرص بنفسي على كشف ذلك. أليكسي، يبدو أنك حسمت أمرك تجاه سمية. يجب أن ترحل هذه الفتاة بأسرع وقت على إحدى قطارات الموت. هي لك أليكسي، هي لك. ماذا سارة؟ أراك ساهمة. أظن أنها ضعيفة جدا لهذه المهمة.
ألست من رشحها لهذه المهمة؟ كان هذا في البداية أليكسي، ولأكون صريحة معك، لم أعتقد يوما أنها ستنفع لنا بشيء. كنت أنانية جدا في هذا الأمر، فكرت بها لنفسي فقط، جولي صديقة، لكن على ما يبدو. لماذا لا تكون صديقة نافعة أكثر؟ لأنها لن تعمل لنا شيئا. إذا كانت حقا قادرة على الدخول في دائرة الأمير فيصل فلن نحتاجها الآن، لكنها لها ستكون كبيرة في المستقبل، ولا أظن أنها ستمانع بتزويدك ببعض المعلومات بعد الذي قمت به من أجلها. لا أعلم. أنا بحاجتها سارة، كما سيكون من صالحها إبعادها من هنا. إذا كان الأتراك يجلدون العميل اليهودي فإنهم يعدمون العربي. ألن يكون الطريق خطيرا؟ سارة أنت تبالغين، لم أعهدك عاطفية هكذا. يمكنك التعامل معي على أنني بشر وأنا أملك مشاعرا أيضا. عزيزتي أنا آسف، لكن الواجب أولا. أتعلم أليكسي، عندما رشحت سمية لهذه المهمة كنت أعلم أن أحدا لن يقبل بها، فصارت فكرة مجنونة. أما الآن وأنت تتبنى الأمر بنفسك وتصر علي، فلم يبقى علي سوى أن أكمل الأمر إلى النهاية كما لو كنت جادة فيه منذ البداية. هذه سارة التي أعرفها. أنا ذاهبة إليها الآن. سارة، نحن نعمل من أجل قضيتنا. يبدو أن هذا اليوم مليء بالأخبار. مفرحة أم لا؟ لا أعلم، يبدو أنها ستكون مفرحة لك. هل سأ... حقا؟ قريبا ستنتهي معاناتك. سارة، كيف تقولين هذا؟ لا داعي للقول، ألا ترين الفرح الذي تبدينه بعينيك لعني وبحضوري؟ أعتذر إن كنت... لا تعتذري أبدا، أبدا سمية، واستعدي للرحيل. ومتى سأسافر؟ لا أعلم، ولكن غالبا سيكون في الأيام القادمة. اهتمي بنفسك. لوين رايح؟ يروح لعند ستي. مو على أساس تضل عندي لحتى تحميني؟ أنا هيك بدي، بس أنتي ما بديك، بعد شوي رحيني وتسافري. إذا سافرتي بلاي لأطلع على أعلى شجرة ليمون وإرمي حالي. ناقصني أرهان وبتكمل. هل يستطيع هذا اللغم أن يفجر قاعدة جسر؟ يفجر قاعدة الجسر والجسر معا. أجل، إنه قوي لكن تركيبه يحتاج إلى وقت. أنا من يحتاج الوقت يا عزيزي. إذا حولتك الصحراء إلى جمل فاعلم أنني لا أستطيع تحمل النصف وما تستطيعه أنت. لقد أتعبتك هذا اليوم. حسنا، سأحررك الآن. سنكمل فيما بعد. لا، هذا يكفي. هل سهر أن تغادر؟ maybe. لقد كنت رائعا في كل شيء يا صديقي، في كل شيء.
شلون؟ مثل ما انت شايف فرج قاعد؟ لا نايم. أورانس أطلب منك طلب. قول. فرج يشوفني بهالحالة. مين انطاك المراية؟ ترجيتهم جابوها. انطيني اياها. ما وعدك ان انطيتني اياها. تريد فرج ما يشوفك وانت تشوف نفسك بيها؟ زين حسابي مع المشفى. أورانس مريض اتعذب. مريض. اصبر اصبر. أرجو أن تنبه رجالك ألا يرتكبوا مثل هذه الحماقات مرة أخرى. سأجد الفاعل وأعاقبه، هذا أمر يخالف القواعد. هل من جديد بالنسبة للتحاليل؟ نحتاج قليلا من الوقت سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حنا كنا ابو محمد. توكلنا على الله. ما تريد نخبر أحد؟ أخبر أحد؟ الله عليك يا محمود الله عليك. من هو أنا أخبر؟ هذا أبو تايه يمشي وقت ما يريد. يا الله. سيدي يا سيدي. خير يا جاسم. شيخ عود أروح. أدري يا جاسم. كنت تدري يا سيدي؟ الشيخ عوده صار له كم يوم غايب عن المجلس. هو حرب روحه وما حد له كلمه عليه. اقول لك يا جاسم سم روح تفقد الرجال يوم. تامر طال عمرك. الله يصلحك يا عوده. الله يصلحك. هل رايت؟ كانت هنا وانا كنت ابحث عنها على الشاطئ. سارة أيضا هنا. لابد أن لديهما طلبا. مهما حاولت فلن أسمح لك بإفساد فرحتي. هل أطلعك على المستجدات؟ بهذه السرعة؟ الذئب الأكبر عندما يشتم الفريسة لا يهدأ حتى يقتنصها. إذا أنت ذئب أكبر. كنت أعتقد أن ذلك واضحا. طبعا هذا واضح جدا. حسنا، ماذا لديك رسم أفندي؟ يوسي الصياد اليهودي. أكلما استدعيت أحدا ولم تجده صار مشتبها؟ أنا أشتم رائحة المشتبهين. إذن لابد أن لذلك علاقة بزيارة سارة. لقد شوهد رجل في بيتها. أعتقد أنه شقيقها الذي يعيش في مصر. لن تدعه يفلت هذه المرة. رسمي، أنت تلعب بالنار. سيدي، البرد ينهشني. البرد ينهشك. بكل الأحوال أنا ذاهب إلى منزلهم الليلة. أرافقك إن أردت. لا لا، ستفسد كل شيء. دعني أرى ما لديهم الآن. سيدي، الصياد هو الحلقة المفقودة. أتعلم رسمي. أحياناً أشعر أن لديك دماغ تفكر به حتى ولو كان قذراً. ما
مالك يا حبيبي، في اشي؟ معلمتي سمية مالها؟ بدها تسافر. لوين؟ وامتى؟ ما بعرف. هي قالت لك؟ سمعت. حلفت لها بحياة امي اذا سافرت بلاي لارمي حالي من شجرة الليمون. يا ستي خليك قبضاي ولا تبكي. ما عم ببكي وما حابكي، بس انا مزعوج. بعيد الشر عنك يا ستي، هالقد زعلان؟ ايه، بالزور لقيتها، ما بدي اياها تروح. ستي حكيها مشاني. ايه يا ستي رح احكيها، بس اشوفها بحكيها. واذا راحت وما شفتيها؟ يا ستي سمية بنت اصل وبتعملش هيك ناقصة، خليك زلمة زي ما ربيتك. وين راحت يا ستي؟ الله معها. ايه بس حكيها. رح احكيها. تعال حبيبي، تعال انتي، تعالي روحي، تعالي روح ستك. يا بطل انت يا بطل. زالت سارة في غرفتها؟ كنت أنوي الذهاب إليها للحديث معها. لا تزعجها، فهي حساسة بالنسبة لموضوع سمية. لدينا عمل نقوم به أهارون. بهذا يبدو جميل. أو ربما هذا أجمل. جميل أيضا. وهذا أي كان الثوب الذي ترتدين يا صغيرتي فأنت الأجمل. أتحفظ هذه الأغنية؟ أغنيها لك إن شئت، لكن إذا أخبرتني ما الذي تنوين فعله بهذه الثياب؟ أكمل تنكري. لا تقلق أليكسي، يجب أن نجد طريقة لتحصل على تصريح العمل والإقامة، لذا سأزور دمشق. متى تنوين ذلك؟ قبل أن تسافر سمية. تتجنبين وداعها؟ لا تستحق أن أودعها لأنها جاحدة. لو رأيتها لقد طارت فرحا عندما أخبرتها بالأمر. الصديقة الحقيقية لا تظهر فرحا لتركها صديقة، أليسك؟ لن أقبل منها أي كلمة بعد الآن، بل إنني أفكر بطردها. مهلا سارة، ها أنت تفسدين لحظة الحقيقة هذه. إنها ليست صديقة لك ولا يمكنها أن تكون كذلك. هذه حقيقة. سأسافر بعد غد ولن أعود قبل أن تغادر. حسنا. أليكسي! أليكسي! تعال معي حالا! ما الأمر؟ يوسي! الجندرمة لاحقة! الأحمق! ماذا جاء يفعل هنا؟ هيا أليكسي! هيا! لقد سألتك أولا إن كان الشاطئ آمنا، ثم سألتك عن ذلك السكير. تظن؟ كنت تظن. السكير يبيع أي شيء لذا يدفع له ثمن شرابه. حاولت ابتعاد عن عتليت، ولكن جنودهم كانوا في كل مكان،
ولا كان ألجأ إليه إلا هنا. سيد، لن تتمكن من الخروج من هنا الليلة. اللعنة، ستبقى عالقا هنا كجرذ في المختبر. أحمق، تكاد تكشفنا جميعا. أجل هذا للغد. أورهان بي لا يبعد عنا إلا خطوات. هل كنت ملاحقا من أحد؟ لا، لا أعتقد. لا تعتقد، غبي. يوسي، تدبر أمرك هنا الليلة، ريثما نجد لك طريقة لإخراجك. أقسم. لا عليك، لا عليك. ألكسي حاد الطباع قليلا. هل ستطول جلسة أورهان بي مع سمية؟ لا أعلم، ولكن لا أظن أنها مستعدة لهذا اللقاء. سأذهب إليها قبل كل شيء. فلتخبره بأن لديها قريبة تزورها. حسنا. أعلم أنني لم أتصرف بشكل لائق، ولك منطقي الانتظار حتى الغد. أورهان بي، أنت تحرجني. أنا أحبك سمية، بل أنا متيم بك. كنت أؤجل هذا القول دائما كي أبقى لبقا ولائقا، ولكني لم أعد أطيق هذه اللياقة أبدا. ماذا تريدين؟ هل أنحني لك كما يفعل الفرنسيون؟ لا أرجوك، سارة قادمة. إن كانت لديك اعترافات أورهان بي فعليك تأجيلها أو نسيانها. فضيفتنا مغاد. ماذا؟ مؤخرا قررت أن تزور عمتها في عمان. حقا؟ ولكن جئنا صباحا لنسأل إن كانت بحاجة لتصريح مغادرة، ولكن لم نجدك. عذرا منكما، علي أن أرحل فورا. أورهان، يمكنكما زيارتنا في أي وقت. لقد كسرت قلبه. توجد طريقة ألطف لإخباره. سيدة اللطافة واللباقة تتكلم. ما الطريقة لطيفة؟ فهي ستكسر قلبه في النهاية. سمية، تذكري هذا، لديك عمة في عمان تزورينها. بالمناسبة، سأسافر غدا إلى دمشق، وقد أبقى لفترة طويلة لرى الانتظار. بكل الأحوال أنت لا تكترثين لهذا. سأسافر غدا إلى دمشق. هل الأمور على ما يرام معها؟ أعتقد أنني لقنتها درسا لن تنساه. سأجهز حقيبتي ثم أخلد إلى النوم. لا أريد لأحد أن يزعجني. ليلة سعيدة. شكرا أليكسي. لديك اعترافات أورهان بي فعليك تأجيلها أو نسيانها. فضيفتنا مغادرة.
قررت أن تزور عمتها في عمان. من هناك؟ من هناك؟ اخرج، اخرج قبل ان ارديك قتيلا. دخيلك يا سيدي، دخيلك. هل انت فار من الخدمة؟ لا يا سيدي لا، استور علينا، الله يستر عليك. تحرك، تحرك. من هذا؟ دخيلك يا سيدي، كنا رايحين بطريقنا لعند الشيخ واجه، ولما شفناك جاي تخبينا خفنا، فكرناك أهلا، وإذا طلع الضوء علينا بيقتلوني وبيقتلوها. هل تحبينا؟ نعم يا سيدي. وتريدينه أيضا؟ أجد. قفي، قفي. إلى الشيخ، هل تحبها؟ موت مشانها. يا لهذا القهر. يا لهذا القهر يا ربي، يا لهذا القهر. يوسي ماذا تفعل هنا؟ هل تريدهم أن يرونك أم ماذا؟ أليكسي لا تقص عليه هكذا، يوسي كان حريصا دائما. يجب على أحدنا أن يحذره. عندما أعود بالتوصية سنتجول بحرير. لن تودعي سمية؟ لا، لن أودعها. لو أرادت توديعي لرأيتها هنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رحلة موفقة. شكرا لك. هل انهار كل شيء بيني وبين سارة؟ ألم أعد أعني لها شيئا؟ يجب أن نمنع أليكسي من التحرك. سمية، سيغضب أورهان إذا علم بهذا. هل أنت قلقة عليها؟ أنا قلقة على أليكسي، إنه يتصرف برعونة مؤخرا. لا تقلقي، لا تقلقي، عودي لنا بالسلام.
ادخل. سيدي سمية خانو، فلتتفضل. تفضل يا شوكي. عذرا، سأكتب لك تصريحا في الحل. هل توقفتم عن جرحي؟ ما الذي فعلته بكم لأستحق كل هذه القساوة؟ بالذي اقترفته؟ أنا آسف، ما كان علي أن أتصرف هكذا البارحة. ما الذي كان علي فعله ولم أفعله؟ لا يمكن أن أجبر أحدا على الحب. وهل ارتكبت ذنبا؟ إذن لما يشعرني الجميع بذلك؟ لأنك محبوبة. أيجب أن ألام على هذا؟ ربما عليك أن تغفري عذاب محبيك. ما كنت سآتي اليوم لولا خوفي من فكرة أنك ستفعل أمرا بنفسك سيجعلني أندم كل عمري عليه. لقد كنت على وشك القيام بذلك البارحة. كنت مستعدا لحرق عتليت غضبا وخجلا، وفي طريق العودة فكرت بإفراغ المسدس في رأسي ليهدأ، ومن يدري كنت سأفعل هذا لولا الصدفة التي أرسلها القدر لي. الصدفة؟ نعم، بينما كنت أسير وروحي تكاد تقفز شعرت بحركة بين الأشجار، ظننت أنهم مجموعة من الفارين، كنت سأجعلهم ضحية غضبي، ولكن ماذا وجدت؟ وجدت عاشقين هاربين يرتجفان من الخوف، كانا كعصفورين سقطا من العش، بدوا كأنهما عصفوران هاربان من أساطير طرس. عندها سمحت لنفسي أن أفكر بغرور أنهما كانا هناك في تلك اللحظة لإنقاذي من الموت. ماذا فعلت بهما؟ لم أستطع فعل الكثير، طلبا الرحيل فتركتهما يرحلان. ربما يأتي يوم وأطلب من أحد ما أن يدعني أرحل وأرحل. علينا أن نخرج من هنا الآن. أيمكنني مرافقتك؟ إلى البيت. ما زال الوقت مبكرا على الوداع، أليس كذلك؟ قلت لم آتي من أجل التصريح، لست بلا مشاعر كما تظن. ما ظننت ذلك يوم. يبدو أن تصرف سارة غريبا قليلا، ماذا علي أن أقول؟ كلنا أمامك نتصرف بغرابة. أعتقد أنني لن أراها مرة أخرى. من الأفضل أن تبتعد عنهم هذه الفترة، رسمي لن يتوقف حتى ينال منهم، وأعتقد أن سارة ذاهبة إلى دمشق لهذا الأمر. ما رأيك أنت؟ هل هم متورطون؟ سنتأكد من ذلك لاحقا، ربما حتى نستجوب أليكسي ويوسي الصياد. كان في وداع سارة هذا الصباح. متى تسافرين؟ لم أحدد الموعد بعد. هل تدركين مدى خطورة السفر بالقطار؟ يجب أن أسافر. سيكون تصريحك جاهزا في الوقت الذي تحددين فيه موعد السفر. شكرا أورهامبي، لقد كنت لطيفا معي، وفرت علي نصف ما كنت سأقوله عما حدث البارحة. ما زال الوقت مبكرا للشكر.
سلامتك. سلامتك يا ست كاملة. صلاح قال لي انك تعبانة، جيت لحتى شق عليكي. تسلمي يا بنيتي تسلمي. هو انا طول عمري بكح بس هالفترة زايدة شوي. اهل مسافرة من غير شر عشان؟ لا عالمدينة. الله يطعمنا. وامتى نويتي؟ بعد كم يوم. بدي تساعديني مشان صلاح، ما بعرف شو بدي ساوي معه. شو تعتر هالصلاح، مكتوب له يضلني، بعرفش ايش بده يصير فيه بس اموت. بعيد الشر عنك. بالاخر بدي اموت يا بنيتي، ما بكفيني حسرة بنتي، بدي احمل معي كمان حسرة هاليتي. ارتاحي هلا ارتاحي. صلاح هيك بتترك ستك لحالك؟ هي قالت لي روح، انا طول عمري بكح. ايش بده يعمل عندي؟ انا ست. سمعتي؟ وحدي هنا اتحمل ذنب القلوب التي أكسرها برحيلي، وحدي أتحمل ذلك الثقل، ثقل حب أشخاص لم أسعى إليه أبدا. هل يجب علي الهرب؟ لقد أرهقني الانتظار، وأتوق إلى اللحظة التي أراك فيها. يجب أن ننقله من هنا فورا. أحضري النقالة. داود علامك داود رد علي. داود شو سويت؟ صديقك مريض، نحن نأخذه للعلاج. كذابين بواقين. داود يا داود. داود مصاب بشكل واضح وكان لابد من نقله. الآخر سليم. حسنا، هل يمكنني إخراجه؟ نحن متأكدون أنكما خاليان من المرض. أورانس هذا داود وحبسوني. ما هذا؟ محجر صحي أم سجن؟ لم يترك لنا وسيلة أخرى. لماذا تنظر إليه هكذا؟ فك وثاقه لو سمحت. أي فكه. هذا داود يا أورانس، أبي أرد لديرتي، ردني اليوم قبل باشر نرجع. اهدى الحين اهدى. إنه لك الآن سيدي. قم قم خلينا نمشي. وداود قم. والله ما أنا رايح من هان قبل ما أشوفه. للأسف لا يمكنكم رؤيته يا سيدي. أورانس متى نعاود؟ الليلة بعون الله. نمشي. إذا كنت تنتظر النتيجة؟ كنت شبه واثق من أنني سليم، لكنني أشعر بالذنب لفقدان أحد مرافقي هنا، والآخر يحزنني أمره. لست تحمل مسؤولية البشرية لورانس. من يرحل ومن يبقى يبقى. لدينا الكثير من العمل لننجزه. هل ستكلم اللمبي بأمر المدافع مجددا؟ في أقرب فرصة. لابد من دعم فيصل بالمدافع في العقبة.